حضراتكم مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان، ولقاء جديد وليله جديده من مونديال مصر. وطبعا ده الحدث الاهم دلوقتي عندنا، مونديال اليد اللي بتستضيفه مصر واللي بقى بينافس في بعض المتابعه والاهتمام بالكوره. وده كان حاجه منتظره ان احنا نبتدي نشوف رياضات اخرى بتاخد الاهتمام على ساحه كل الناس اللي بتهتم بالرياضه بشكل عام. مونديال المفاجات وتغيير الموازين للقوه في اللعبه، وشايفين كمان منتخبات نقدر نقول عليها جديده بتظهر في اللعبه دي. شفنا مثلا منتخب زي الارجنتين النهارده وفوز مفاجئ اكيد على منتخب كرواتيا صاحب الباع الكبير. شفنا كمان مستويات قويه من المنتخب الياباني وكوريا والبرازيل كمان، وده دليل على ان مونديال مصر كان فرصه نقدر نقول عليه لمنتخبات ان هي تكون بتظهر وبتورينا نفسها وامكانياتها. مصر كانت فرصة ليهم، الشارع المصري والسوشيال ميديا والاهتمام الكبير كمان بالبطولة كان فرصة ان احنا نبتدي نركز مع رياضة ليها شعبية كبيرة، ولكن مش معتاد ان احنا نحس الاهتمام دوت بيظهر على حاجة غير الكورة. كان غريب بالنسبة لنا شوية كمان ان نلاقي اطفال عندهم اهتمام بالمونديال. منتخب مصر خطف قلوبهم، بقوا عاوزين يشوفوا اللعيبه، بقوا عارفين اسمائهم الى حد كبير، بيتفاعلوا مع الماتشات. وطبعا جزء من ده التعليق المميز لمعلقنا خالد خيري، واللي كل لاعب منهم بيكون ليه طريقه معينه في اعلان الهدف اللي بيسجله، فده كمان خلى الناس اللي بتتابع ترتبط باللاعبين بشكل كبير. قبل الهوا كنت بسمع فويس نوتس لاولاد صغيره بيشجعوا المنتخب قدام بيلاروسيا. طبعا اللقاء ده كان مميز جدا وحطينا في مود احتفال كبير. الأهداف بقى مع اللعيبة، سمع الأطفال بيقولوا اللعيبة بأسمائهم، ولما تسمع بنت صغيرة وهي بتقول الله عليك يا أحمر ومتفاعلة جدا بالأهداف، دي حاجة عظيمة إن احنا نبتدي نسمع ولد صغير عنده 5 سنين بيتفاعل مع الأجوان وبينفعل. ده انتماء عظيم مع رياضة غير الكورة لازم نكون بنشيد بيه وبنحط تحتيه خط وبنسلط الضوء عليه. ثقافة انتشار رياضات تانية زي كرة اليد من تنظيم المونديال عندنا في مصر حاجة مهمة، فتحية للأطفال الاتنين اللي سمعنا انفعالاتهم قبل هذه الحلقة، وكمان ان اللاعبين او الأطفال او الجمهور المصري يكون بيزيد اهتمامه بالبطولة مع تواجد اكيد منتخبنا. مش وخلاص، احنا بنتكلم عن منتخب محترم جدا فنيا وذهنيا وتاريخا، تاريخ كبير وباع كبير. كل الحاجات دي تخلينا نكون احنا كمان سواء كبار او صغار بنديهم الاهتمام دوت ومهتمين بيهم. فالمشاهدين كل الماتشات بتدخل لهم في بيوتهم، ده عامل روح كبيره جدا لينا كلنا، حاجه كويسه جدا. التفاعل الغير متوقع، كان توقعنا اكيد تفاعل اعلامي واهتمام من الكبار بالمونديال وبتحدي مصر في التوقيت الصعب ده، لكن الموضوع ان هو يكون بينتقل للاجيال الجديده دي حاجه عظيمه جدا. هنا نقف بقى ونشوف ايجابيه جديده لتنظيم مصر المونديال مثلا، بخلاف التحدي واثبات طبعا قدرات مصر والبنيه التحتيه العظيمه اللي هنستفيد منها ان شاء الله بعد المونديال من تنشيط السياحه واستخدام الصالات ديت على المدى الطويل. الترويج بقى للرياضه والترويج للعبه غير الكوره، كره اليد اللي بتعتبر مكسب كبير جدا لينا ان احنا نشوف اجيال جديده بتحب الرياضه بتحب كره اليد، كان نتيجه مهمه جدا جدا من خلال استضافتنا للمونديال، من اهم المكاسب اقامه مونديال في مصر ومن اهم مكاسب نقل البطوله على القنوات المصريه والتغطيه الاعلاميه اللي احنا عايشينها كلنا. والحدث المميز رغم غياب الجماهير عن المدرجات، ولكن احنا بقى موجود لهم داخل البيوت بيتابعونا من خلال الشاشات وبيدعوا بينفعلوا وبيحبوا المنتخب بشكل كبير، عارفين اسامي اللعيبه، دي بتخلق حاله مميزه جدا دايما بيكون ليها تاثير كبير وايجابي على الكل. مونديال العالم لكره اليد مصر 2021 بيكتب تاريخ في كل حاجة، دايما مصر بتكون متفوقة. ربنا إن شاء الله يكون بيوفق منتخبنا الوطني في ماتش بكرة قدام سلوفينيا، والرسالة دي توصل للعيبة بقد إيه اهتمام كبير جدا مننا ككبار ومننا كناس بتحب الرياضة، وحتى من الناس اللي بعيدة عن الرياضة وعن كرة اليد إزاي هم
بقوا مركزين بسبب انجازاتهم المحترمه وشغلهم اللي تحس ان هو كان فيه ممنهج، مفيش حاجه بتحصل بعشوائيه في منظومه كره اليد، ده سبب كفيل جدا يخلينا نهتم ونركز وندعم ونفضل وراهم باذن الله لاخر المشوار، لاخر المشوار اللي بقولها وانا شايفه قدامي ان احنا نكون واقفين على منصه التتويج بنحمل اللقب لاول مره، ده طموح مشروع جدا مع وجود جيل مميز زي ده. ان شاء الله يكونوا موفقين، عندنا ثقه كبيره جدا فيهم، طموحنا كبير معاهم انهم يكونوا بينافسوا على اللقب زي ما بقول لحضراتكم. مفيش مستحيل، مصر دايما بتعمل المستحيل، اللعيبه ديت عندهم امكانيات كبيره، هنكون دايما وراهم. النهارده كمان كان في مجموعه من الماتشات القويه في الدور الرئيس، كانت النتائج فيما يخص هذه اللقاءات نستعرضهم مع حضراتكم. المنتخب القطري قدر يفوز على البحرين بنتيجه 28-23 ضمن ماتشات المجموعه الثانيه، واسبانيا فازت على اوروجواي بنتيجه 38-23 ضمن ماتشات المجموعه الاولى، وبكده بتكون بتتاهل رسميا من غير حتى الجوله الثالثه. المجر واحد من المنتخبات القويه فاز على منتخب بولندا بنتيجه 30-26، وبكده منتخب المجر هو كمان اتأهل رسميا للدور ربع النهائي، يعني المجر 8 نقاط، اسبانيا 7 نقاط، حسموا التأهل لربع النهائي بغض النظر خلاص عن نتيجة مباريات الجولة الأخيرة بينهم، واللي هتكون بتحدد بس الترتيب مين أول ومين تاني في قمة مفاجآت النهاردة بقى. بعيدا عن هذه المجموعة، فوز منتخب الأرجنتين على منتخب كرواتيا بنتيجة 23-19 في مفاجأة كبيرة وتغيير كمان في موازين كرة اليد، وبكده منتخب الارجنتين دخل ان هو يكون في حسبه التاهل للثمانيه الكبار، ودي بقى متعه كل نسخه من المونديال تشوف فيها مفاجاتها. اما بقى منتخب المانيا واللي مفاجاه فدي النسخه بسبب ان مستواه مش المعهود، قدر يفوز على منتخب البرازيل 31-24، اما منتخب الدنماركي حامل اللقب ففاز على اليابان بنتيجه 34-27. نروح بقى المباريات كاس الرئيس، المنتخب التونسي فاز على منتخب الكونغو بنتيجة 38-22. نشوف برضو بقى مع حضراتكم ترتيب المجموعات بعد نهاية ماتشات النهاردة. المجموعة الأولى منتخب المجر في المركز الأول برصيد 8 نقط، منتخب أسبانيا في المركز الثاني برصيد 7 نقط، منتخب ألمانيا الثالث برصيد 4 نقط، منتخب بولندا الرابع برصيد 4 نقط، ومنتخب البرازيل الخامس برصيد نقطة، ومنتخب الأوروغواي في المركز السادس بدون أي نقاط. نروح للمجموعة الثانية، بيتصدرها المنتخب الدنماركي في المركز الأول برصيد 8 نقاط، أما المنتخب الأرجنتيني في المركز الثاني 6 نقاط، منتخب كرواتيا الثالث برصيد 5 نقاط، والمنتخب القطري الرابع برصيد 4 نقاط، والمنتخب الياباني الخامس برصيد نقطة، ومنتخب البحرين السادس بدون أي رصيد من النقاط. ننتقل للمجموعة الثالثة ترتيبها بعد ماتشات امبارح، منتخب فرنسا الأول برصيد 8 نقط، منتخب النرويج الثاني بست نقاط، منتخب البرتغال الثالث 6 نقاط، منتخب أيسلندا الرابع نقطتين، ومنتخب سويسرا الخامس برصيد نقطتين أيضا، أما المنتخب الجزائري ففي المركز الأخير بدون أي نقاط. المجموعة الرابعة والأخيرة والأكيد دايما بتخطف الأنظار بالنسبة لنا ترتيبها بعد ماتشات امبارح، منتخب السويد الأول 6 نقاط، ومنتخبنا الوطني 6 نقاط، منتخب روسيا الثالث 5 نقاط، ومنتخب سلوفينيا الرابع 5 نقاط أيضا، ومنتخب بيلاروسيا خامس بنقطتين، ومقدونيا سادس بدون رصيد من النقاط.
نستعرض برضه جدول ماتشات غدا. بكره هيكون غالبا في حسم كبير لاكثر من منتخب للتاهل برضه للربع النهائي، المجموعتين الثالثه والرابعه الساعه 4:30 مقدونيا في مواجهه بيلاروسيا على صاله استاد القاهره ضمن ماتشات المجموعه الرابعه. سلوفينيا لازم تكون بتفوز علشان توصل للنقطه السابعه وتستنى ماتشات المجموعه عشان تشوف مصيرها في التاهل. نستعرض برضو بقية الماتشات، سويسرا هتكون في مواجهة الجزائر الساعة 4:30 على صالة الدكتور حسن مصطفى، مصر في مواجهة سلوفينيا الساعة 7 على صالة استاد القاهرة، والنرويج في مواجهة أيسلندا الساعة 7 على صالة الدكتور حسن مصطفى، وفرنسا في مواجهة البرتغال الساعة 9:30 مساء على صالة الدكتور حسن مصطفى، وفي نفس التوقيت السويد في مواجهة روسيا الساعة 9:30 على صالة استاد القاهرة. أما عن مباريات كأس الرئيس، تشيلي في مواجهة المغرب الساعة 4:30 على صالة العاصمة الإدارية، وعلى نفس الصالة هيكون في مواجهة الساعة 7 مساء للنمسا في مواجهة كوريا الجنوبية. نروح بقى للحالات المميزة ومتعة البطولة، ان احنا نشوف نجوم بيظهروا من مباراة لمباراة ومستويات كبيرة ولقطات دايما تكون في الذاكرة. مونديال قوي ومشاركة عربية ممكن نقول عليها عكس تطلعاتنا وعكس رغبتنا، لكن في النهاية المنتخبات العربية متواجدة وبقوة، حتى لو مش عدد كبير هيكون بيتأهل للأدوار المتقدمة. في تجارب قوية ليهم معانا كمان عبر تطبيق زوم من البحرين، الكابتن ماهر عاشور لاعب المنتخب الوطني البحريني السابق. مساء الخير على حضرتك. مساء النور، وازيكم وازي اهل مصر، وعندنا مسي على الجماعه عندنا في البحرين، سما صباح الخير لان الوقت دخل عندنا بعد منتصف الليل، ومسي عليكم وعلى الجميع المشاهدين. مساء الخير على حضرتك، ومتشرفين اكيد بتواجد المنتخب البحريني في هذه النسخه اللي قدر يحقق فيها انجاز بالدخول الى الدور الرئيسي، ولكن بشكل عام رؤيه حضرتك لهذا المونديال اللي البعض متفاجئ من المنتخبات عكس توقعاتنا، قلنا فنيا وبدنيا وذهنيا مش هيكونوا جاهزين، ولكن بشكل عام من دور لدور المستويات بتتقدم وبنستمتع بشكل فني رائع. نفس ما قلتين عن المستويات، بالنسبه عن منتخبنا البحريني كان عندنا طموح ان احنا نتاهل للدور الثاني ونحقق نتيجه افضل، بس الظروف اللي هو الاعداد مع المنتخب ما عندنا الاعداد الجيد، فهذا الشيء يمكن شمل جميع المنتخبات، يعني مش بغض النظر عن منتخبنا، جميع المنتخبات. اذا تلاحظين مستوى البطوله تدريجيا قاعد يتطور، يعني مستويات المنتخبات تتطور، خصوصا الاحتكاك في المباريات وكثره المباريات. بالنسبة لمنتخبنا، هار لك لمنتخبنا ومبروك للمنتخب القطري في مباراتنا اليوم. قدموا شوط جيد، كان بإمكانهم أن يواصلوا عليه، بس ما حالفهم الخط في الحذف خاصة في الشوط الثاني، فكانت أخطاء فنية، فهار لك لنا وإن شاء الله نعوض في المباريات الجاية. طيب، رؤية حضرتك للتنظيم والإجراءات اللي مصر قايمة بيها، وأكيد ممكن يكون في تواصل ما بين حضرتك وما بين البعثة بعض من اللاعبين والإداريين. يعني مصر هي بلدنا الثانية، بالعكس تنظيم فوق الممتاز خاصة في هالظروف الصعبة. كل من توقع أن حتى من قبل لا تطلع تصير القرعة كأس العالم كانت توقعوا الجميع أن البطولة ما بتصير، بس مصر كانت قدها، و واحنا البحرين يعني خاصه الشعب البحريني متابع لفريقنا لكره اليد ومتابع لكره اليد خاصه، فالكل يعني كان يتابع البطوله وكان تنظيم جيد، نقل جيد، يعني حتى في معلق عندكم خيري صار محبوب الشارع البحريني، والكل نطره، يعني حتى اليوم كان ما علق على المباراه، فالكل كان زعلان يقول، يعني حتى في السوشيال ميديا التعليقات كانت تقول يعني كان نبي المعلق خيري يعني يكون موجود، فكان يعني شيء مميز. والصراحه يعني الكل قاعد يمدح بالتنظيم، انا تواصلي مع الوفد الموجود عندكم في مصر مرتاحين، وبالعكس شكروهم يقولون حسون ان روحهم انه في ديرتهم الثانيه.
وهذا مش غريب على مصر يعني، تنظيم جيد، بس احنا كنا نتمنى يكونون الجمهور موجودين أكيد فتكون أكيد البطولة أحلى وأحلى يعني كثير بتكون. بكل تأكيد إن شاء الله في القادم يكون في فرص لتنظيم أحداث كرة يد وغير كرة يد، ويكون كمان في فرصة أكبر للجمهور المصري إن هو يوري بقى العالم قد إيه هو بيهتم بالأحداث الرياضية الكبيرة. فنيا بقى، تقييم حضرتك للمنتخبات العربية وتحديدا كمان المنتخب المصري، واللي هو ممكن يكون من أقرب المنتخبات العربية إن شاء الله إلى التأهل إلى دور الثمانية. شوف خلينا نكون ياش واضحة، المنتخب المصري خلينا نخليه في كفة، والمنتخبات الثانية العربية كان بإمكانهم يسوون الشيء اللي كان يسويه المنتخب المصري، بس تعرفين المنتخب المصري يمتلك نجوم أبطال لهم اسمهم لهم تاريخهم في لعبة كرة اليد، فكنا متوقعين يعني حتى الشارع الرياضي في البحرين يعني أي واحد تسأله تقول له ترشح من الفرق العربية سيدة ذلك تقول لك المنتخب المصري. المنتخب المصري قاعد يقدم مستوى جيد. بالنسبة للمنتخبات الثانية كنا نتمنى من المنتخب الجزائري والمنتخب المغربي والمنتخب اللي هو البحريني منتخبنا أن يقدمون الأفضل. الفرصة مآتية للمنتخب القطري، وأتوقع أن المنتخب المصري يمكن اتجه الاتجاه، ونتمنى الكل قاعد يدعي لنا ندعي من كل قلبنا أن المنتخب المصري يوصل للنهائيات للمربع الذهبي نتمناه، وبعدين نتمناه حتى يوصل للنهائي، ومش صعبة خاصة على النتائج والمستوى اللي قاعد يقدمه المنتخب. وبالنسبة للمنتخبات الثانية يعني مش أفضل من المنتخب المصري، خاصة المنتخب المصري قاعد يقدم مستويات جيدة كرة يد حديثة. المدرب أتوقع إلى حين ما طلع جميع أوراقه، بالنسبة للمدربين الثانيين نفس الشيء، فتلاحظين البطولة تدريجيا قاعدة تطلع للمستوى الحقيقي للاعبين وللفرق والمنتخبات. دي حقيقة. والله يوفق إن شاء الله المنتخبات العربية، وأتمنى أن مصر يستمر على المستوى وعنده أفضل كمان. إن شاء الله مباراة بكرة صعبة جدا، ولكن متابعتك للمنتخب المصري والسلوفيني تتوقع هيكون الاتجاه رايح مين كفته أتقل؟ المنتخب السلوفيني منتخب قوي، والمنتخب المصري منتخب قوي. أنا بالنسبة لي توقعاتي المنتخب المصري هيحسمها، خاصة المنتخب المصري يعني خلينا ننظر للأمور الفنية والبدنية. مصر المنتخب المصري يمتلك أمور يعني على قولتهم احنا نسميه الصف الثاني البديل اللي يكون الجاهز. عندهم دفاع قوي، عندهم حراسة قوية، يمتلكون طريقة لعب الكرة اليد الحديثة. بالنسبة للمنتخب السلوفيني، منتخب السلوفيني ما يستهان به، بس أنا نظرتي للبطولة ونظرتي للمنتخب السلوفيني تابعت لي كذا مباراة، وكنت أتابع مباريات المنتخب المصري كلها. المنتخب المصري قادر 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 أن يتعدى المنتخب السلوفيني بكرة، وبأدي مباراة جيدة إن شاء الله، ومنبارك لكم بعد نهاية المباراة إن شاء الله. ان شاء الله احنا بنشكرك شكرا جزيلا وهارد لك للمنتخب البحريني، شرفتونا ونورتونا، وباذن الله كل القادم شكرا. يكون افضل ليكم. الكابتن ماهر عاشور واحد من نجوم المنتخب البحريني لكرة اليد سابقا، نورتنا وبنشكرك شكرا جزيلا. مشكورين وانتم مشكورين، والله يوفقكم ان شاء الله، ويوفق المنتخب المصري امين يا والمنتخبات رب العربية ان شاء الله. امين يا رب باذن الله. شكرا. نشكرك شكرا جزيلا. خلونا برضو نقول لحضراتكم عن نجوم بيتألقوا كل يوم في المونديال. اخترنا لحضراتكم اثنين لعيبه تألقوا في ماتشات النهارده. اللاعب الاول هو محمد احمد من منتخب البحرين. اللاعب قدم أداء مميز النهارده الصراحة في المباراة، رغم خسارة من منتخب قطر ب 28 هدف مقابل 23، ولكن قدر إن هو يكون بيسدد 6 تصويبات، سجل 5 أهداف بنسبة نجاح ل 83%، سدد تصويبتين من خط ال6 متر، سجل هدف بنسبة نجاح 50%، يعني أكتر من تصويبة ناجحة زي ما حضراتكم شايفين إحصائيات الخاصة باللاعب، 3 تصويبات من خط ال7 متر، 3 أهداف قدر يسجلهم بنسبة نجاح 100%، شارك في 37 دقيقة في المباراة و29 ثانية. نروح للاعب تاني تألق أيضا النهاردة، وهو اللاعب ماتيلي كايل من المنتخب المجري.
رجل مباراة المجر اللي قدرت تحقق فوز ب 30 هدف مقابل 26 على منتخب بولندا، سدد 11 تصويبة بإجمالي التسديدات، سجل 8 أهداف، نسبة النجاح بتصل ل 73%، تصويبتين من خط التسعة متر سجل هدف منهم 50%، وسدد 4 تصويبات من الهجوم الخاطف وسجل 4 أهداف منهم بنسبة 100%، كمان سدد تصويبتين من الاختراقات وسجل هدفين بنسبته تصل ل 100%، وسدد تصويبتين في المرمى الخالي وسجل هدف بنسبة 50% من الفرصتين. شارك 59 دقيقة و33 ثانية، يعني المباراة تقريبا بأكملها. هنتكلم بقى فنيا في اللي فاضل النهارده من مونديال اليد مع واحد من نجوم المنتخب الوطني وحارس مرمى النادي الاهلي مع منتخب الشباب، كان اكيد صاحب انجاز مهم جدا فرحنا في العام الماضي بحصولنا على المركز الثالث، الكابتن عبد الرحمن طه حارس مرمى النادي الاهلي لكره اليد، حصل على ميداليه برونزيه في مونديال الشباب اللي اقيم في 2019 مع منتخبنا الوطني، وحوار مهم عن المونديال وكل ما يخص كمان منتخبنا الوطني وحراسة المرمى طبعا المتألقة بشكل كبير. بعد هذا الفصل مشاهدينا تكرموا دائما بالبقاء معنا. خمسة بطولات دوري مع النادي الأهلي، 3 كاس، وأكيد الإنجاز الأبرز اللي فرحنا وحسسنا كده إن مونديال مصر 2021 إن إحنا داخلين وعندنا قوة ضربة، عندنا أجيال متألقة وعندنا مركز فيه نجم واثنين وثلاثة بتحقيقه المركز الثالث مع منتخب الشباب، وده كان من النقاط الفارقة إن إحنا نكون حاسين لا احنا مستقبل اليد لسه قدامه سنوات وسنوات. واحد من عمالقه بقى الحراسه داخل النادي الاهلي الكابتن عبد الرحمن طه، سعيده جدا بوجودك يا كابتن. منور الدنيا. طيب خلونا برضو نروح لهذا التقرير ومزيد بقى من المعلومات عن ضيفنا ونجمنا النهارده. يتميز المنتخب الوطني المصري لكرة اليد طوال تاريخه بوجود عمالقة في مركز حراسة المرمى، فمن ينسى أيمن صلاح وتصدياته الأسطورية أو الثنائي التاريخي حماد الروبي وحماد النقيب ثم كريم هندوي ومحمد عصام الطيار وعبد الرحمن حميد، وما بين الماضي والحاضر أسماء عديدة تألقت في حراسة مرمى المنتخب الوطني لكرة اليد لن ينساها التاريخ. وامتدادا للعظماء من حراس مرمى منتخب مصر، بزغ نجم عبد الرحمن طه حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر للشباب. ولد عبد الرحمن طه في 19 من نوفمبر عام 1998، وبدأ مشواره مع كرة اليد منذ نعومة أظافره في نادي التوفيقية. انتقل إلى النادي الأهلي في سن 7 سنوات، وعلى مدار 15 عاما تدرج طه بين فرق الناشئين والشباب حتى وصل لحراسة مرمى الفريق الأول بالأهلي. شاهد طه وهو صغير العديد من كبار حراس المرمى الذين كانوا سببا في حبه لهذا المركز، من بينهم حماد النقيب وخالد العوضي، وأول من تولى تدريبه في الأهلي كان محيي صلاح مدرب الحراس الحالي بالفريق الأول، وساهم جوهر نبيل في انضمامه للأهلي عندما كان رئيسا لجهاز كرة اليد. تألق طه بشكل ملفت مع منتخب الشباب مواليد 98 تحت قيادة طارق محروس، ففاز معه بكأس الأمم الأفريقية عام 2018 في المغرب، وحصل على لقب أحسن حارس في البطولة، وكانت النقطة الفارقة في
مشواره هي مشاركته مع منتخب الشباب في بطولة العالم 2019، حيث حصل طه مع المنتخب على الميدالية البرونزية في إنجاز كبير لهذا الجيل. وما زال عبد الرحمن طه يواصل تألقه مع فريق كرة اليد بالأهلي، وينتظره مستقبل كبير مع حراسة المرمى في المنتخب الوطني مع زملائه المتألقين. إنجازات كتير ولسه المستقبل كبير إن شاء الله. كابتن عبد الرحمن، انطباعك كده عن الشكل الفني والمستوى اللي ظهر بيه المنتخبات، وفي الآخر بقى نتكلم عن منتخب مصر بشكل فيه استفاضة أكتر. لا، في الاول في مفاجآت كتيره في المونديال، في منتخبات كبيره بتطلع، ويعني مش مستوى اللي متعودين عليه زي مستوى كرواتيا والمانيا والناس دي، كلنا متعودين اللي احنا بنلاقيهم في دول الاربعه مرتاح في الثمانيه على الاقل، مرتاحين داخلين اللي هم جايين عايزين ياخدوا البطوله بس. فالمنتخب حتى المنتخبات العربيه ظهرت بشكل كويس جدا، الحظوظ بس المجموعات منتخب تونس ومنتخب قطر. قطر لسه مكمل عنده فرصة كبيرة. منتخب المغرب ربنا المجموعة بتاعته كانت صعبة قوي، ويعني ظروفها ما كانتش كويسة خالص. لسه لسه المنتخبات حتى منتخبات بتجيب نفسها، مش كله بيظهر وكله ما بيظهرش ورقه أصلا دلوقتي، كله بيظهر في الآخر اللي هو المنتخبات الكبيرة عارفه تمشي بتلعب باقل مجهود اللي هو يعديها بالظبط توصل للثمانيه ونشوف عشان تظهر ورقه بقى كله خالص، ورقه كله في الاخر. طيب المنتخب المصري، واحنا دايما بنكون حاطين طموحات هي بتقلب ساعات ضغوط، ولكن ده ثقه كبيره فيكم، وقد ايه احنا بنحس ان منتخب مصر كبير. هم اكبرونا بمستواهم، بشكلهم في الملعب، حتى بشكلهم بره الملعب محدش يعرف حاجه عنهم خالص، مقفول عليهم من ساعه ما اتقفل عليهم، او ما وصلوا الاوتيل من اول يوم في البطوله محدش يعرف عنهم حاجه، قافلين على نفسهم. بيبتدوا خلاص دخلوا في البطوله، البطوله خلاص ادونا طموح، في طموح اللي احنا خلاص احنا عايزين ميداليه في كاس العالم ده جداً. بمستواهم هم شرفونا صراحه، يا رب يكملوا على المستوى ده، بالذات كمان الناس اللي ظهرت حراسة المرمى، ان انا بتكلم عن تخصص انا. لا الصراحه حراسة المرمى بتاعنا الحارسين وعبد الرحمن حمايد لو جاله فرصة هيشارك، بس كريم هنداوي والطيار حاجة في قمة طراز عالمي، نجوم من طراز عالمي. هم انا مبسوط، ويعني هم مبسوط من اللي هم بيعملوه، يا رب بس يكملوا على كده عشان هم نجوم كبار وربنا يكرمهم. وهم قوه كبيره جدا في منتخبنا الوطني طبعاً. ودي من النقاط الفارقه ان احنا يكون عندنا حراس بهذا الثقه. حضرتك انت لو شفت في المباريات احنا الحارس بتاعنا يصد اول 5 دقائق نفرق 5-6 خلاص الجيم بتاعنا خلاص، ما فيش حتى ده احنا في الجيم في البطوله في الدور الرئيسي بتاع اللي احنا اللي حضرتك بنلعب فيه دلوقتي. احنا المنتخبات كلها الماتش بتخلص 1-2-3، احنا لا احنا بنخلص سكور من اول 10 دقائق. الحارس عصام الطيار او كريم هنداوي الاثنين في في نقطه مهمه في المنتخب جامده اللي هم بيخلونا طول المباراه في الجيم على طول احنا المتسيدين راكبين الماتش احنا راكبين الماتش سكور كمان. بس باين جدا ده في لقاء بيلاروسيا لما تابعناه، وقد ايه الطيار كان متالق وموفق ومركز، ففرقنا بعدد من النقاط كبير ساعدنا ان احنا نوسع الجاب. كلمني عن تدرج مستوى منتخبنا، مش عايز احسب ماتش تشيلي ومقدونيا، انا اعتبر دي كانت ماتشات استعداد. او بالظبط احنا دخلنا احنا مدرسه روسيا ومدرسه روسيا كمان سيبنا من تشيلي، احنا نتكلم في الماتشين اللي احنا لعبناهم اللي فاتوا روسيا وبيلاروسيا.
والسويد، لان نبدا من السويد، لان السويد احنا حسينا ان احنا ايه ماتش السويد ده اللي دخلنا بقى في البطوله، فوقنا يعني، فوقنا ده يعني ماتش السويد ده اللي خلاص يعني كويس اللي هو جه في الاول، يعني كويس اللي هو جه في الاول ما جاش في ادوار بعد كده، هو ده اللي خلى اللعيبه بقى تعرف تفوق. المسؤوليه تعرف يعني خلاص هي قرصة وخلاص ونفوق منها وفاقوا منها. كابتن احمد الاحمر طبعا اكيد من غير ما يعني غير ما نقول كابتن احمد الاحمر وكابتن اسلام حسن كابتن النادي الاهلي ومصري وكابتن كريم هنداوي الناس الكبار دول كلهم قعدوا مع الفرق طبعا، وحتى احنا شفنا بعض الماتش كابتن احمد وكابتن كريم اتكلموا على مع اللعيبه في المباراه، اول ما الحكم صفر اتكلموا معاهم قال لهم ده خير ده خير ونركز في اللي جاي، والحمد لله يعني ربنا كرمهم ويعني خلاص هم فاقوا والدنيا ان شاء الله تمشي يعني إن شاء كويس. طيب حراسة المرمى وملفتة، ايه اللي ملفت بالنسبة لك في النسخة دي من المونديال؟ بشوف في كل جولة نلاقي حارس اسمه مختلف هو ده اللي يقول عليه افضل مثلا حارس في الجولة، ملفت ان احنا في اكتر من منتخب عندهم حراس جيدين؟ هو كاس العالم ده يعني الصراحة في حراس ظهرت كتير قوي قوي يعني، يعني حضرتك حراس الدنمارك مثلا لندن ده كده كده ده في حتة تانية خالص ما ملناش دعوة بيهم يعني، ملناش دعوة بيهم ملناش دعوة أول اللي ظهر الصراحة جون كوريا الجنوبية أصغر واحد في ده اللي شد انتباهي يعني، أصغر واحد في أصغر جون في البطولة وأصغر واحد في البطولة ان يعني هو كان يعني وبيصد وواثق من نفسه، وحتى المدرب مديله الثقه كمان اللي هو سايبه خالص، حتى ما مش بيلعبه ماتش واحد لا ده مخليه في الماتش كل مباراه يبقى يبدا بيه يعني، يعني ده اللي دول شدني. الملفتين. طب لسه هنتكلم عن منتخب مصر وكمان عن المباراه بكره، ايه افضل السيناريوهات فيها لان هي هتفرق معانا جدا جدا، والخطى ثابته ولكن من المؤكد ان منتخب سلوفينيا في لقائنا امامه غدا تكون نقطه فارقه جدا وكسب ثقه اكبر وازيد. اللقاء هنستكمله بعد هذا الفاصل مشاهدينا. مباراة مهمة ومرتقبة وحاسمة يعني بالنسبة لنا، إن شاء الله نكون بنحط قدم في دور الثمانية أمام منتخب سلوفينيا. كابتن عبد الرحمن، إيه نقاط القوة لدى منتخب سلوفينيا اللي المفروض نكون قلقانين منها ونشتغل عليها؟ نقاط القوة إن هم عندهم فروقات فردية بتاعتهم جامدة جدا، هم إحنا في دي مدرسة، مدرسة سلوفينيا دي حاجة ومدرسة روسيا وبيلاروسيا دي حاجة تانية خالص، بيلاروسيا وروسيا هما ناس طويلة وناس ضخمة يعتمدوا على الخبط لازم الخبط التدخلات وكده، سلوفينيا التحامات التحامات سلوفينيا حاجة تانية خالص، لازم بيلعبوا بقى حاجات الفنتات، الناس قصيرة محدش يعرف يدافع عليهم بسهولة، ما بيقربوش منك كتير، يسيبوا الكرة بسرعة بسرعة يعني يسيبوا الكرة محدش يعني، لازم تحرك سريع سريع معاهم كل حاجة، هو يعني فنتات فنتات هم بيتعبوا أصلا في آخر الماتش بيرهقوا من الفنتات من كتر الفنتات اللي بيعملوها، فربنا يكرمهم بكرة إن شاء الله ونقدر نفوز عليهم عشان إن شاء الله والسويد تفوز لو حظوظنا تبقى كويسة، لو روسيا تكسب السويد وإحنا نكسب سلوفينيا إن شاء الله نطلع اول مجموعه نقابل ان شاء الله قطر او الارجنتين تبقى حظوظنا حلوه قوي فيها، نبقى ضمننا حاجه كويسه في دول الاربعه يعني، حطينا نفسنا في المربع ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله يا رب ان شاء الله. طيب الملفت جدا في منتخبنا انه مش منتخب النجم الاوحد حتى لو في نجوم كبار، ولكن طول ما انا بتفرج على المباراه بحس لو اقدر ادي 3 4 بلاير اوف ذا ماتش، يعني مش بحس ان هو يقتصر على لاعب واحد لان هم كلهم بيتالقوا، وبتبقى الروح من اكتر النقاط اللي بتفرق جدا مع منتخبنا. الحارس دايما بيكون غيور على مكانه، ولكن غيره فنيه بحت. الحارسين عندنا طريقه تعاملهم مع بعض واللي داخل الملعب ازاي بيتلقى دعم كبير جدا من اللي قاعد بره، حاجه
تدرس. طبعا اي حارس اي حراس لازم يبقوا كده، عشان ولازم يبقوا صحاب جدا وقريبين بعض جدا، يعني لازم هما الاثنين فاهمين بعض. يعني مثلا كريم هنداوي او عصام واقفين في الجون، حد يقف في الجون تلاقيه كل شويه حد يروح حد يعني يقول له انا عملت ايه هنا صح، عملت ايه هنا غلط، انا المفروض اعمل له ايه. هما وكريم هنداوي وعصام على طول هم التواصل مع بعض كده، حتى مدرب الحراس مش يعني ما مركزتش معاه جامد، بس هو الحراسين مع بعض هم يعني هم اللي شايلين بعض، هم اللي واثقين في بعض جدا. عشان كده اما حد بينزل او يعني حد بينزل الاول والتاني بينزل الشوط التاني اللي ما تلاقيش فرق ما بينهم، هم الاثنين واثقين في نفسهم، هم الاثنين مركزين في الماتش، هم شايلين بعض. حتى يعني يعني شوف الفيديو بتاع كريم هنداوي وهو على السوشيال ميديا، السوشيال ميديا بتتكلم على بالظبط المواضيع دي يعني. كلها يعني الناس هم يعني كمان ظاهرين بمستوى كويس جدا جدا، يعني يعني الناس تقول لا دي مفاجأة، لا دي مش مفاجأة خالص، ان هم ده شغل سنين ده. بالظبط. انا اتمرنت مع كريم واتمرنت مع عصام، عصام معايا في النادي، لا فلا عصام من هو من سنتين ثلاثة هو كده عصام يعني هو بنتكلم مع بعض، لا هو مركز في البطولة دي من زمان، عايز يوصل لحاجة كويسة فيها، طمعان وكلهم يعني الاثنين طموح في حاجة ونفسه يلعب أولمبياد طوكيو. لا عصام وكريم بصراحة حاجة مشرفة جدا حاجة تشرف والله. وتفرح. وتابعناهم السوشيال ميديا ازاي حاسة وواعية ان دي حالة مميزة تستحق سبوت لايت يتحط عليها، ان احنا يكون عندنا نجوم كبار في ظهر بعض وهدفهم الاكبر والاسمى هو تيشيرت منتخب مصر، وده نفس الحال والشعور عندنا. انا بشكرك شكرا جزيلا، نورت الدنيا، وباذن الله موفق مع النادي الاهلي وموفق ايضا في الفترات اللي جاية. مستنيين منكم كتير كناشئين وشباب في الفترة اللي جاية باذن الله تقدموه لمنتخبنا الاول. ان شاء الله. شكرا جزيلا ان شاء كابتن عبد الله. الرحمن طه، واحد من نجوم حراسة المرمى داخل النادي الاهلي، كان في ضيافتنا النهارده. كل التوفيق اكيد لمنتخبنا، ساعات قليله بتفصلنا عن لقاء منتظر، والروح اللي احنا حاسين بيها على مدار البطوله بسبب نجومنا في منتخبنا الاول عظيمه جدا، يا رب ان شاء الله تستكمل على الف خير. تقبلوا تحياتي مشاهدينا ونلتقي باذن الله على الف خير.